الصوت صافي حنا غندوزوها بالمواتي ياك اتاي باقي رخيص غندوزو ب ما قادرينش ندخلو نخدمو في الاقسام نهائيا. كيفاش انا ندخل القسم وانا دمرتيني خويا؟ حنا باقيين مستمرين، راه داك الخرجه الاعلاميه اللي خرجها السيد رئيس الحكومه راه زادت فينا العافيه باش يكون العلم لجميع الناس اللي في المغرب. راه حنا كل نهار كنجلسو راه كيتقطع لنا منو 5000 حتى 7000 ريال، يعني الاسر ديالنا راه حتى هي معرضه للتهميش، وحنا بقلبنا راه مقطع باغي ندخلو نخدمو لينا الناس ما داروش معنا حل، يعني باقيين مستمرين في التعنت ديالهم. حنا صبرنا سنوات وحنا صابرين باش ما نوصلوش لهاد الحاله، ولكن دابا صافي فضل بهذا النظام الاساسي فضل الامر. بالنسبه لرئيس الحكومه التصريحات ديالو كانت مستفزه ليكم؟ تصريحات رئيس الحكومه كانت جد مستفزه، ولكن من هذا المنبر اللي غنقول ليه الا كتسنى ان راه الشهر يدخل وغادي تقتطعوا لنا وحنا غندخلوا غنتقصحوا في جيوبنا وغندخلوا نخدموا فهذا خطأ. حنا راه درنا حسابنا شهرين 3 شهور 4 شهور حتى يكون حل. حنا واخا نشوف جميع الاساتذه مستعدين يخدموا خدام اخرى يدبروا على منابع اخرى يمشيو يضربوا الميناج، ولكن ما غندخلوش نخدموا حنايا جيب راه براسنا مخفوض. يعني حنا متشبتين حتى يتحيد هذا النظام الاساسي وتترجع لكل واحد رجع الحق ديالو. تخيل ان استاذ وصل 8 سنوات بعد الدراسه من بعد البكالوريا كيتخلص 11 عام ديال الخدمه، وهذا المثال هو قدامكم 11 عام ديال الخدمه 8 سنوات دراسه جوج شواهد الاجازه شهاده الماستر الصالير 5080 درهم، بينما في قطاعات اخرين كمشيت لقطاعات اخرين كون حنا نكونوا احسن. النقطه الثالثه اللي غادي نقول لاصحاب الشكاره ديال الخصوصي، راه هذا الشيء راه الا ولاد الشعب ما قراوش راه حتى ولادكم غيضروا، حيت حنا اللي كنحرصوا الامتحانات الوطنيه، حنا اللي كتطلع على دارنا تصحيح، راه ما غيكون لا تصحيح لا امتحانات وطنيه، وبالتالي راه كلشي كيبحال ولد الشعب كيبحال ولد الخصوصي. هي ما ترجعش الاستاذ الحق ديالو حنا غنصبروا غنعضوا في اللحم الحي ونصبروا ونجوع ولادنا وما غندخلوش للاقسام وحنا مدلولين. وتحيه نضاليه. واحد القضيه بالنسبه لقضيه فلوس التصحيح، كانت واحد الاستفزاز للاساتذه. فلوس التصحيح راه كيضحك علينا، وتنقول لك انا 11 عام وما زدتش في الصالير، بديت ب 4500 درهم ولحد الان واصله ل 5000 درهم، 11 عام ديال الخدمه منها في 5 سنين في الجبل والعقارب والفاعي، وتقول لي 60 درهم غنحسن بها الدخل ديالي، واش غنحسن الدخل ديالي؟ انا نص الخلصه كتمشي ليا في الكرا، وتندعي الله كل شهر كندعي الله باش ما نوردش، حيت الا مرضت نخرج نتسلف، صافي ما بقى عندي ما نخسر. بالنسبه للاستاذ اللي كتنفسي تاعو هكا واش يقدر يحل؟ وراه ما قادرينش، واش كل اللي خلى هاد الاساتذه يخرجوا؟ راه ما قادرينش ندخلوا نخدموا في الاقسام نهائيا. كيفاش انا ندخل القسم وانا دمرتيني؟ اقل حاجه مكتسب كان عندي هو انني تنقول لهم ماشي مشكل، انا عندي شويه العطله، عندي شويه ديال الخدمه انا المهم عندي واحد الخدمه راه هي عندي تحفظ لي واحد شويه الكرامه، ما كيدخل حتى شي حد يجفف بيا. تدمرتي لا مستقبلنا بهذا النظام الاساتذه، اش بقى فيه ما غادي نزيد؟ انا بالنسبه لي وبالنسبه لجميع الاساتذه اللي كنتلاقى بهم كلشي مستعد انه ما غيدخل يخدم حتى يتقد الوضعيه حتى يتقد كلشي، حيت صافي الا كتسنى رئيس الحكومه يدخل راس الشهر وتقتطعوا لنا وغندخلوا نخدموا وكون غلط. صافي حنا غندوزوها بالمواتي ياك اتاي باقي رخيص غندوزو به الشهور اللي باقيين منا من ولاد الشعب الغلاء علينا كاملين، وغادي نصبروا وما داخلينش. ومن هذا المنبر كنعتذر من جميع الامهات، حتى انا ولادي في العمومي تيقول الناس راه الاساتذه ولادهم في الخصوصي، انا ولادي ولاد عائلتي تيقول لهم في العمومي راهم جالسين. اللهم نصبروا واحد العام واحد العام داع وفي الاخر تقد الوضعيه وتقد لنا التعليم ولا نمشيو في الخصوصه في الخصوصه، حيت اخر المطاف ديال هادشي شنو هو؟ الدوله غتبيع الممتلكات ديالها ولاد الشعب غيوليو يخلصوا. تحية نضال.